مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة حلقة جامدة جدا. الكورونا والامتحانات، ما بين مؤيد للامتحانات في إجراء هذه الامتحانات في الوقت الراهن، وبين ما بين معارض امتحانات لا، أولادنا، صحة أولادنا أهم. الطلاب عايزين الامتحانات، زهقنا من الانتظار، أعصابنا اتحرقت. ما بين أولياء الأمور والطلاب، أولياء الأمور لا، إحنا صحة أولادنا أهم. دكتورة إيمان، حضرتك، إحنا في زمن الكورونا وامتحانات الثانوية العامة، صخب كتير جدا حول امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وامتحانات الكليات، البكالوريوس وغيره. هل من الممكن الحالة اللي احنا شايفينها في الشارع المصري تؤدي إلى تأجيل الامتحانات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدل، توتر، احنا في مرحلة ان احنا المفروض الأسبوعين الجايين احنا في مرحلة الماكسيمم أو الذروة داخلين عليها. عدد الحالات حاليا تقريبا بمتوسط يومي 1500. ما بين ناس قلقانة بسبب الامتحانات وعايزة تخلص وزهقت ولود المصاريف والتوتر العصبي، لأن ما بقاش الطالب لوحده، ده الطالب وكل اللي حواليه، وما بين قصة الكورونا وازاي هنقدر نعدي الأزمة ديت، وهل هي مطولة ولا هتبتدي تنحسر، وهتنحسر امتى لو هي هتنحسر، والناس تقول لك طب هنأجل قد ايه، طب هل إمكانية التأجيل، طب هل إمكانية التأمين، يعني انا هفترض ان انا هنزل الولاد، هل التأمين هيبقى كافي، هل ممكن نوصل لزيرو إصابات، مفيش إصابة خالص خلال امتحانات الثانوية العامة. احنا بننقل صورة موجودة جوه المجتمع المصري، ما بين، مش عايزة اقول الناس مؤيد ومعارض، الناس محتارة، يعني كلنا مجهزين نفسنا للامتحانات من اول السنه. الظرف الطارئ اللي حاصل حاليا، وجود فيروس، وجود ومشكلته في سرعه انتشاره السريعه، مش هقول في كميه الحالات الوفاه اللي بتنتج عنه، هو مشكله الفيروس ان سرعه انتشاره عاليه جدا. قصه الوفاه او كده دي بترجع بقى لظروف معينه وبرسنتج او نسبه معينه بتكاد تكون قليله، بس لو طالب، ادي مثلا تساؤل ولي امر، لو طالب تعب ايام الامتحانات هتبقى السنه راحت، لو طالب نفسيا مش قادر او مش قادر لا يتحمل الامتحانات ولا وجود الاسترس العصبي بسبب انه ممكن ياخد عدوى لا قدر الله. الجدل اللي موجود جوه المجتمع ده احنا هنحاول ننقله النهارده، وهنحاول نفهم الناس ونوعيهم قد ما يقدروا، ان الموضوع مستند كبير جدا في حته التامين الصحي او حته الاجراءات الاحترازيه. ممكن الدوله تاخد اجراءات، بس السلوك الفردي يفرق، طريقه دخولنا للحمامات تفرق، طريقه ان احنا نركب المواصلات وما نعملش تزاحم تفرق، ان الطلبه ما يطلعوش بعد اللجان يقعدوا يتكلموا مع بعض في الامتحان وحلينا ولا ما حليناش والكلام، كل ده يفرق. يبقى احنا عندنا مشكله وعي، عندنا سلوكيات فرديه لازم تتعدل، لازم، عارف، اللجان المفروض مثلا السنه دي وحده عسكريه، لازم يبقى فيها نوع من الصرامه، لازم يبقى فيها نوع من الانضباط، مش فكره انا داخل احل واطلع. تمام، هنحاول بقدر الامكان ننقل كذا رؤيه من خلال المداخلات التليفونيه النهارده، وربنا ييسر كده، ونحاول زي ما بيقولوا كده نطمن اولياء الامور ونطمن الطلبه اللي قلقانين، سواء من خلال الامتحانات او من خلال او من قصه الفيروس. من خلال الامتحانات او قصه الفيروس، هو لازم الاعصاب تبقى هاديه طبعا، طبعا يعني الثبات الانفعالي مهم جدا. وبعدين في المواقف دي سنوات نهائيه، بس انا عايز اتكلم من وجهه نظر الطالب او من وجهه نظر الولد. العيال زهقت يا استاذ مروان، بالفعل العيال زهقت. انا عايز امتحن، انا مش يعني انا في الوقت ده، انا زمايلي مثلا بتوع اللي قبل مني تانية واولى، لا ده خلصوا امتحانات وخلاص، انا عايز امتحن، وسنه مصيريه، كفاني حرق اعصاب، انا مش كل شويه في حرق اعصاب، كل شويه الامتحان يوم كذا، لا اتاجل، لا لا لا، ده اللي هنناقشه النهارده. ده غير التوتر العصبي بتاع وجود فيروس في الجو انا بالزبط. مش شايفاه، انا بحارب حاجه مش شايفاها، بحاول امن نفسي من حاجه انا يعني مش متشافه. هنبتدي ناخد مداخلات تليفونيه. تمام، معانا على المفضل استاذ مروان. طيب، عبال ما تجهز مداخله المداخله الاستاذ عادل عامر، هنتكلم شويه. تمام، هنتكلم شويه. انا عايز برضو اقول لحضرتك، هل يمكن
ان احنا نجري الامتحانات في الوقت الراهن بكل سهولة، يعني لا بتجنب الإصابة، هي مش سهلة، مش سهلة خالص، هي لا مش خطوة سهلة. الأعداد عشان انت تعمل، طب انت كولية امر، كولية امر انا عايز اسال حضرتك، انا لسه بنوتي صغيرة، لا كولية امر انت ايه يعني، لو حطيتي نفسك مثلا مكان ولية امر قاعدة الطلاب، ايه المخاوف؟ بص انا هحط نفسي دلوقتي الاثنين، يعني انا من اللي سمعته واحنا بنحضر للحلقه بالظبط، خلاص في ناس قلقانه بسبب ان حته الانفكشن، العدوى ممكن تحصل، الناس اللي في البيت اولياء الامور ممكن يكون حد عنده امراض مزمنه، كل ده في ذهن الناس. والجزء الثاني اللي بيقول لك احنا عايزين نخلص عشان احنا اتهرينا مصاريف بالظبط، التوتر العصبي، الولاد زهقت وما بتذاكرش، ابتدى الاولاد ما يذاكروش، تمام، ودي نقطه تتحط في الاعتبار طبعا. في سنه مصيريه، ده دي انا كل ما اسال الناس في الثانويه العامه انت بتذاكر ولا ما بتذاكرش، لا انا مش بذاكر، ودي طريقه فيها في جو في امتحانات، بس احنا في ظرف عالمي طبعا، يعني احنا في ظرف طوارئ عالمي، العالم كله بيشتكي والعالم كله متاثر بالوضع الراهن. تمام طيب، يعني حابب انوه بس قبل ما اخد المداخلات، ان لاولياء الامور والطلاب للتواصل معنا عبر الواتساب عبر رقم 0417-83-11، قول رايك وان شاء الله هنعرضه. معنا الان مداخله الاستاذ صبري عبده المحامي وعضو مجلس امناء اباء من اجل مصر او اباء مصر، عضو المكتب التنفيذي للمحافظين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ استاذ صبري اخبار حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ صبري، مبدئيا الجو اللي احنا فيه ده ممكن يقام فيه امتحان؟ بالنسبه للجو اللي احنا فيه ده، رغم ان الوزير اعلن ولجنه الازمات ان في امتحان يوم 21، تمام، ومجلس النواب صرف 950 مليون جنيه لتعقيم وتنظيم امتحانات الثانويه العامه، تمام، الا ان احنا مش هنضمن المواصلات اللي جاي فيها الطالب. هل المواصلات اللي جاي فيها الطالب وبعض اللجان موجوده، يعني ممكن في المرج يبقى لجنته في عين شمس، ممكن في المعادي يبقى لجنته في العرب، تمام، وكيف على كده كتير، هل المراقب او الاداري او الهيكل الاداري اللي يشرف على الانتخابات اللي جاي من داخل المحافظه من مركز لمركز، هل هنضمن ان هو مش مصاب؟ ماشي، هل الاختلاط ما بين الطلبه لنفسها في السن دي هل يضمن مش مصاب؟ احنا حطينا على كتفنا في الاول مسؤوليه ملف الثانويه العامه، تمام، وبدانا نتعامل مع السيد الوزير المحترم اللي هو بيعاند وعايز يوصل لنقطه ان احنا البلد الوحيده اللي هنعمل امتحانات ثانويه عامه ويضحي بشباب، تمام، المستقبل، ويضحي يعني بظهر شباب مصر، تمام. في الاول طبعا كانت المبادرات من نسبه الطلبه اللي عايزين قدرات، طبعا الثانويه العامه يحكمها قانون. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ صبري، حضرتك بتقول ان مش هضمن المواصلات، طب ما الناس كلها في الشارع اهي، كل الناس بتروح شغلها، والشباب اصلا موجود في الشارع، مفيش حد بيعمل حجر صحي على اتم يعني على اكمل وجه، الناس موجوده في الشارع بالفعل. لما تزود عليهم اكتر من 2 مليون هينزلوا في وقت واحد 750، لا يا فندم احنا ممكن نعمل تباعد على فترتين يا فندم، ممكن، لا مفيش الجدول نزل يا فندم، لا هو بيتكلم على جدول وضع راهن، وضع راهن، تمام، لا يا فندم هو من الناحيه العلميه والناحيه الانسانيه ان هي كارثه وجريمه بكل المقاييس. طيب هو مش عايزين نهول في الموضوع، مش كارثه وجريمه، احنا لا بنفكر لا مع بعض الاول، احنا هنعدي الموضوع ده ازاي او هنعدي الموقف ده ازاي. بقول الوزير ولجنه الازمات تعاونت معانا في اربع نقاط، تمام، اول نقطه ان هو قدر ان هو يخفف الطلبه، قال في دور تاني بدرجه كامله، قال لك في بديل اختياري السنه الجايه ويحتسب لاول مره، قال لك في دور ثالث، وهو اجل 15 يوم علشان حاله استقرار كورونا، دي المبادره الاولانيه اللي هي التاجيل والحل البديل، تمام، دي برضو مشكورا. بالنسبه للمواد الغير اساسيه اللي هم اربع مواد زي التربيه الوطنيه وزي الدين وزي الاحصاء وزي الاقتصاد، فقال هيمتحنهم في البيت عشان نخفف مواعيد الامتحانات، دي تمام، مشكورا، ماشي، دي من ضمن الاجراءات الاستثنائيه اللي خدها كويسه جدا على فكره، تمام، اللي هو ادى بديل دور ثاني باجر بدرجه كامله، وادى بديل بايه؟ باختيار السنه، دي هتخفف ناس، لان في ناس كتير هتبدا تقدم، بالذات اللي عنده
حاله مخالط لكورونا من الدرجه الاولى اللي شاكك في نفسه هيبدا يجي ياخد الاجراءات وياجل دور ثاني بدرجه كامله ويدخل دور ثالث لو لا قدر الله حصل له حاجه. دي هتخفف، ما قلناش حاجه. في ناس هتاخد اختياري السنه الجايه وتحتسب اول مره، دي ما فيش ادنى فيها اي مشكله، هتخفف. تمام. بدا ان هو خفف الايام بالمواد الاساسيه ان هي هياخدوا بكره وامتحانهم في البيت، دي حاجه كويسه. احنا كنا بنعمل يا فندم يا سياده الوزير يا لجنه الازمات، احنا قدمنا لكم مبادره ثانيه بالتاجيل والامتحان البديل اللي احنا متبنيينها، وقلنا احنا ممكن ناجل كمان 15 يوم لاستقرار حاله كورونا، وممكن البديل اللي احنا عايزينه مشروع بحث في المواد الغير علميه، يعني زي مثلا الانجليزي الفرنساوي العربي، معظم المواد الغير علميه هتخفف جامد بالنسبه للادب والعلم والعلم الادب والعلم علوم، يبقى احنا خفينا. اما انت النهارده هتيجي في شهر 7 الامتحانات المنتظره شهر 7 هتيجي هتلاقي دبلومات فنيه نازله، هتلاقي ثانويه عامه نازله، ثانويه عامه يعني 700,000 طالب مع 300,000 اداري، هتبقى مشكله. غير اللي بيروح بالثانويه العامه بيروح معاه امه وابوه واخوه، يبقى في تخلط، هيبقى فيه وي وي وي. احنا عايزين نوعي الناس في الحته ديت. هي دي هو ده دورنا، هو ده دورنا يا فندم. انا بتكلم كلمه حق، لان دول كده كده في مبادره حضرتك اتقدمت بيها بقصه الحته ان الطالب اللي عايز ياجل. المبادره الاولانيه هو وافق على المبادره الاولانيه 15 يوم تمام. مع اثنين بديل عشان يخفف ال 700,000 مثلا، يبقوا 350,000 اللي هيختار دور ثاني اللي متخوف بدرجه كامله وفي دور ثالث له، او يختار السنه الجايه وتحتسب لاول مره. اجراءات التاجيل دي يا فندم مين كم طالب اتقدم لها على مستوى الجمهوريه؟ عند حضرتك فكره؟ لا هم بيبداوا دلوقتي مئات الطلاب بس اللي بيتقدمهم، يعني اللي عنده دلوقتي. مثلا باباه او مامته او اخوه او اخته عنده كورونا او شاكك ان هو عنده كورونا، ده من الدرجه الاولى يقدم. اللي شاكك ان هو عنده كورونا وتقدر ان هو ايجابي دي بيقدم. طب استاذ صبري معلش، حضرتك بتقول اللي شايف يعني. نعم. ده لو انا عندي انا كاسره عندي حد كورونا، المفروض ان انا ااجل للسنه الجايه. دور ثاني دور ثاني، لا دور ثاني في 9 وليك دور ثالث. طيب في رصد للحالات دي، وفي نوع من مش عايز اقول اجبار، بس لازم انا يكون عندي داتا بيز بالحالات اللي طلبه الثانويه العامه اللي خلطوا حالات كورونا، عشان بالتالي اوتوماتيك ياجلوا. لا معلش الداتا بيز ده معلش هو اي هو حط شروط. اي طالب يحس ان هو بالعمل مسحه او عمل اشاعه ان هو ممكن يبقى ايجابي يدخل دور ثاني في 9 مع دور ثالث اللي هو لاي ماده يجيبها لا قدر الله. مش ده قصدي يا استاذ صبري. يعني انت لو في عماره، لو طالب في عماره وفي العماره دي شقه او اثنين او فيها كورونا، حتى لو مش قريبهم الدرجه الاولى او قريبهم الدرجه الاولى، طالما ثبت ان هو مخالط من حقه ياجل للدور الثاني. اما بالنسبه لتاجيل السنه الجايه دي مفتوحه للكل. طب واحده واحده بس، المخالط دوت اختياري يأجل او لا؟ يعني عنده حريه الاختيار، ولا في الزام من الدوله ان لو انا عندي حد قريب مني او خالطت ايجابي لازم ااجل للدور الثاني او السنه الجايه؟ نقطه ذكاء من سيادتك يعني كمقدم برنامج، فعلا ذكي، لان في ناس ممكن تتحمى على نفسها وان هي تكمل وحمله للفيروس، فتعدي اللجنه كلها ال 12 او 14 واحد وتعدي الدنيا كلها. هل في داتا بيز واحصائيات والدوله خدتها في الاعتبار او وزاره التربيه والتعليم خدتها في الاعتبار في النقطه دي، ان خلاص لا مفيش المخالط ما ينفعش ان هو ياخد امتحانه على الاقل في الفتره دي؟ هيعمل عليه كشف، هيعمل عليه كشف وهو داخل اللجنه. الكشف دي كشف الحراره، درجه الحراره. تمام. هو داخل اللجنه. طب هيعقموا اللجان، هيعقموا البوابات. استاذ صبري، استاذ صبري، صبري عبده جاد. يا استاذ صبري حضرتك انت بتقول الدكتوره ايمان بتتكلم في ان في مفروض المخالط. طب واحنا عندنا، يعني انا عايز اقول ان احنا عندنا الداتا زي ما بتقولي للمخالطين؟ طب ما كل ممكن ممكن الناس كلها تكون مخالطه. لا ما عندناش الداتا. انت كوزاره الصحه وكلجنه ازمات وكاداره البلد، انت ما عندكش داتا بالمصابين اصلا. المصاب لانه بيعتبره في تنمر في الكورونا، في وصمه عار للكورونا، انت ما عندكش داتا. انت مفكر بالاحصائيات بتاعت وزاره الصحه كل يوم النهارده 1400 وحاجه 1500 وحاجه 1443 لا مش حقيقي يا فندم، اكيد في سهو. يعني اضرب، يعني وزير التعليم العالي لما طلع في المؤتمر الاخير مع الرئيس قال لك دي كلها تعديلات افتراضيه اللي موجود اكتر من كده ب 10 مرات. ده وزير تعليم عالي وبحث علمي. تمام. وراجل بيقول لنا معلومه رياضيه علميه. طيب ماشي. على الاقل يا استاذ صبري، على الاقل اكوردنج او بالرجوع للبيانات المسجله، ايه المفروض نقدر نقول عليها توصيه؟ لو في بيانات مسجله
لطلبة ثانوية عامة ليهم قرايب أو خالته أو صحابهم أو أوتوماتيك يوصل إن ده ما ينفعش أو يتسنى حاجة زي كده، ده ما ينفعش يدخل في دور في الدور الأول. المفروض سيادتك زي ما انت بتقول دي بالنسبه للناس اللي عايزه تحافظ على الشباب، على الشباب وعايزه تحافظ على الطلاب، ان يبقى عنده داتا بالمخالطين، داتا بالمناطق اللي موجوده، يقدر ان هو حتى يعني انا معاه يعني يوفر لهم سبل مواصلات امنه، ودي مش هيحصل عدم الاختلاط في الشباب في السن ده. فاحنا قلنا ناجل كمان 15 يوم لاستقرار حاله الكورونا، وقلنا يبقى المواد النظريه بحث، يبقى هينزل في الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضه حاجه سهله، وهينزل ربعهم اللي هم علم رياضه وعلم علوم. استاذ صبري عشان فكرتك توضح، حضرتك قدمت مذكره بحته ان المواد الادبيه الطالب ممكن يمتحنها من في البيت، مشروع بحثي بمشروع بحثي ده، او الامتحان هياخد البكالوريات بتاعها زي ما بياخد المواد غير، يعني احنا قدرنا بالمواد الغير اساسيه اللي هي مش مضافه للمجموع زي التربيه الدينيه وزي الاقتصاد وزي الاحصاء وزي التربيه الوطنيه، قدرنا ان احنا ان الطلبه ياخد البوكليت بتاعها امتحانهم في البيت. ما نعمل النظريه كده يبقى احنا خففنا كتير على الطلبه وخففنا كتير على الدوله، تبقى 950 مليون في عز ان الدوله محتاجه كل مليون من اجل الصحه والاجهزه ومن اجل اقامه مستشفيات والميدانيه ومن اجل الكلام من ده. وانا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا لا هقدر اقول مع او ضد الفكره دي، لازم تتدرس كويس، بس في الاول وفي الاخر ده طالب من خلال الامتحان ده هيتقيم عشان يدخل كليه. عشان يعمل طبعا حاجه زي كده في البيت، احنا ما عندناش الاليه اللي تخلينا نكنترول او نتحكم في حاجه زي كده. طب ما هو السنه الجايه يا فندم الطالب هيمتحن على التاب بتاعه اونلاين من بنك الاسئله. طبيعه الاسئله هتختلف، خلي بالك، لو احنا هنعمل زي بره مثلا السنه الجايه فهيبقى المواصفات هتبقى زي بره، السؤال ما بيبقاش مباشر، ليه توقيت السؤال نفسه ليه توقيت، لو هو بره بيمتحن ازاي، ما هم بره امتحنوهم اونلاين من بيوتهم، بس ادوهم اسئله ليها توقيت، الطالب مش هيبقى عنده الوقت تمام انه يطلع اجابه من كتاب تمام. في توصيف بقى وضع الامتحان، يعني انا مش هقدر اقول ان انا مع او ضد الفكره دي، بس هنحط في الاعتبار ان الطالب ده اللي البحث ده او الامتحان ده بيحدد دخوله كليه او لا. انا يعني انا في حته ان احنا نستنى 15 يوم، دي اختبارات قدرات يا دكتوره يعني. لا لا لا، استاذ صبري بيتكلم في مواد اساسيه، صح يا استاذ صبري؟ استاذ صبري شكرا استاذ صبري عبده المحامي فصل. استاذ صبري بيتكلم في مواد اساسيه، فاهم قصدي؟ تمام. احنا معانا الاستاذ عادل عامر عضو لجنه التعليم بالبرلمان المصري. استاذ عادل السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا يا فندم. الله يكرمك يا دكتوره، متشكرين جدا. الله يحفظك. راي حضرتك في قرار اليوم يا فندم بتحديد امتحان الثانويه العامه 21؟ ايوه يا فندم، هو الحقيقه حضرتك لجنه بذلت مجهود جبار جدا مع طبعا دكتور شوقي وزير التربيه والتعليم، وفي حضور طبعا دكتور رضا حجازي وطبعا اقطاب الوزاره، وتمت الحقيقه مناقشات عديده كانت تمتد لساعات متاخره من الليل بالتواصل ما بين الحقيقه الدكتور رضا والسيد الدكتور سامي رئيس لجنه التعليم ومداولات الساده الاعضاء. في النهايه الحقيقه يعني البرلمان استدعى الدكتور رضا حجازي لالقاء بيان في الجلسه العامه في الاسبوع الماضي الحقيقه، عشان البرلمان يستوضح من خلال هذا البيان مدى الاستعداد المناسب للحفاظ على ابنائنا الطلاب، حيث ان يبقى في هناك طبعا تطمينات لدى اهالينا ومواطنينا، لان طبعا الاجراءات المتبعه يا فندم، الاجراءات المتبعه الاجراءات المتبعه للحفاظ على صحه ابنائنا الطلاب. بالظبط كده يا فندم. ايه هي هو سيادتك هنا الحقيقه تم عرض الحقيقه داخل الجلسه العامه، وكان العرض ده تقريبا بيوضح الاليات اللي هتتبع. الاليات دي توضحت الاتي، ان هناك اجتماع تنسيقي تم على اعلى مستوى بين حقيقه وزاره النقل مع وزاره الاعلام مع وزاره التنميه المحليه التربيه والتعليم الصحه، بحيث ان كل من هذه الوزارات مع الداخليه كل من هؤلاء سيكون له دور في العمليه طبعا التي ستجري في امتحانات الثانويه العامه.
فالشرطه هتأمن طبعا من خارج، التنميه المحليه بتأمن مساله استعداد داخل المقرات بحيث لو في اي حاجه ناقصه بيقوموا هم طبعا بتجهيزها، التربيه والتعليم، تنظيم واستقبال الطلاب الحقيقه، تنسيق مع الانتاج الحربي في انها هتدي الحقيقه اجهزه كل طالب وهو داخل الحقيقه على اللجنه بيمر كده من داخل الجهاز، بيتم تعقيمه تماما، بيستلم الكمامه بتاعته، بياخد كيس طبعا يربط على الحذاء. بالنسبه يا فندم للجهاز الجهاز بتاع وزاره الانتاج الحربي، يعني في راي بعض الاطباء ان يعني حتى لو مر الطالب من خلال هذا الجهاز بيظل برضه حامل العدوى. تمام يا فندم، يظل هناك في طبعا جهاز اخر اللي هو موجود في جميع الوزارات بنستخدمه في جميع المدارس اللي هو قياس درجه الحراره. تمام. وده بيوضح لسيادتك ان كان فعلا يسمح له بالاستمرار باللحاق بلجنته من عدمه. تمام. طبعا واخد بالك معايا، ده برضه اجراء احترازي جيد جدا الحقيقه، في مسافات متباعده جدا. بالظبط. في الفرشه على الاقل وفي الطابور اللي هو بتاع الدخول، لان هيخش واحد واحد مش اكتر من كده. ايوه، موضوع التدافع ده هو ده سبب العدوى. ده بالظبط، الله يكرمك. هو حضرتك هنا ان شاء الله بنقول ايه؟ الوقوف على مسافه 2 متر في طابور. تمام. لجنه الامتحان هتبدا 10 صباحا، لكن اشتراط اني نوصل الساعه 8. 8 ليه؟ عشان يبقى في ساعتين نقدر نعمل نعقم فيهم المدرسه. بالظبط، تمام. ويبقى كل واحد اطمن على مكانه، وان اللجنه مفروشه، ارقام الجلوس معده على ابواب اللجان، معروف مسارات الطرقات، ازاي نوصل، يعني شيء مرتب ومنظم للغايه. بنراعي بقى داخل اللجنه ان العدد بيكون تقريبا 50% من الاعداد السابقه. حوالي قد ايه يا فندم؟ مثلا كانت في السابق وارد ان كان في لجان بتبقى كبيره في اللجان في الاماكن المفتوحه. لا، المره دي احنا بنتكلم في متوسط يعني لا يزيد باي حال من الاحوال عن 14 طالب. 14 طالب في اللجنه. ده الميكسيموم يعني. في كم مراقب يا فندم في اللجنه؟ بيبقى فيه اتنين في كل لجنه اللي هي بيبقى قوامها 14. طيب بالنسبه لل 14 يعني ماكسيمم اعلى حاجه. تمام. طب ال 14 دول يكون 11. يعني مش المفروض يقلوا شويه يكونوا 10 حتى؟ ما هو سيادتك هو اشار يعني في المينيمم ممكن يكون 11. 11 من 11 ل 14. يعني تمام. يبقى انا بتكلم جوه اللجنه من 11 ل 14 في تباعد حوالي قد ايه يا فندم مسافه بين كل طالب وطالب؟ مسافه 2 متر. 2 متر. من كل طالب وطالب، وهيبقى فيه مرافقين صحيين داخل اللجان وبيمروا بصوره دوريه، اي حد بيشتكي من اي حاجه يراعى الامر في حينه، وده بيبقى ربطا على المستشفيات العامه اللي هي قريبه من مقرات اللجان، بحيث ان هو معمول يعني احتياطي بهذه الاسره والاجهزه، بحيث ينقل مباشره بما فيها عربيات مجهزه واقفه موجوده، وبكده تقريبا نكون مأمنين احنا الجانب الصحي تمام. بالنسبه بقى لوزاره النقل ايضا سيادتي، بيبقى دكتوره تمام مترتب بان احنا اوقات الذروه اللي هو الدخول والخروج، لحظه الوصول لفتح اللجنه اللي هو 8 صباحا، ما يسبقها بقى، ما يسبقها للوصول للساعه 8، ما يسبقها دي لو الخط سياده النائب عليه مثلا سياده النائب احنا بنتكلم ترتيبات. سياده النائب احنا بنتكلم في لجان من 8 ل 1 مظبوط؟ نعم مظبوط. طيب في التوقيت ده بيبقى انت عندك مع الطلبه كل الموظفين تقريبا في التوقيت ده رايحين اشغالهم. وفي توقيت الساعه 1 برضه بيبقى في اماكن او قطاعات حكوميه بتخرج من برضه بتخرج. كلام مظبوط صح. فهل احنا عندنا الطاقه الاستيعابيه؟ لان انا برضو عايز احافظ على التباعد جوه وسائل النقل. ده كلام مظبوط فعلا. تمام. هو حضرتك دلوقتي هو الترتيب اللي بيجرى مع يعني النهارده وزاره النقل، ان وزاره النقل النهارده الخط اللي عليه مثلا سي 10 باصات يرتفع الرقم ده مثلا سي الى 15 باص، وبالتالي يبقى تقريبا حد من قبل ساعه الوصول بساعتين يكون عندي زي ما تقولي استيعاب كبير جدا للكثافات اللي هي هتكون على هذه الخطوط، مع الالتزام
بمساله ابتدائي الكمامه. بكده تقريبا هيبقى في حركه متواصله وفي انتظام دائم على الخط، ونوصل باريحيه تامه في حفاظ تام على اولادنا باذن الله، مع مراعاه برضو الوجود في المحطات بمساله التباعد، ان انا ما اقفش برضو جنب التجمعات دي، ويبقى طبعا التواجد في هذه المحطات على بعد برضو مسافه 2 متر. مين هيحافظ على ده يا فندم؟ عشان احنا برضو عندنا إن شاء مشكله الله وعي. الشرطه ما هو في تنسيق مع وزاره الداخليه طبعا الاعلام، واحنا المجلس طالب الدكتور رضا بانه يطلع يستخدم القنوات الاعلاميه ويحط طبعا على الشاشه الفيلم التسجيلي اللي تم تصميمه لهذا الغرض، بحيث ان يبقى احنا بننشر عمليه الوعي كل يوم، ويبقى الرساله وصلت لجميع ابنائنا واهالينا بحيث نلتزم بهذه التعليمات، مع طبعا دور الداخليه مع دور المحليات. ده ان شاء الله يكون يعني الامور ماشيه في اتجاه السليم باذن الله. طيب احنا عشان بس الهدف ان احنا نطمن الناس قد ما نقدر، خلي بال حضرتك احنا عندنا سلوكيات، يعني ممكن سلوكيات جوه اللجان نفسها، الطلبه بعد ما تطلع من اللجنه انا متاكده ان الطالب ده هيقف مع الطالب ده ومع طالب تقواوة، احنا حلينا ازاي؟ هل في اليه تخلي او مش عايزه اقول تمنع، الولاد هيبقوا متوترين خلقه يعني، بس بقد ما نقدر نبعد او نتلافى حاجات زي كده؟ هو سيادتك طبعا دي عايزه صرامه بقى، التجمعات بعد الامتحان. هو سيادتك دلوقتي حسب يعني ما تم عرضه برضو، اني اتعمل اجتماع كبير جدا موسع ما بين طبعا قيادات الوزاره مع وكلاء وزارات التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه مع رؤساء اللجان. الحقيقه طبعا رؤساء اللجان وكلاء الوزاره بالمديريات يلتقوا بعد ذلك مع الملاحظين والمراقبين بشرح الاليه. الحقيقه التربيه والتعليم هيبقى لها دور كبير جدا، ان يتوقف معلميها في طبعا منهم الاستاف الاداري وفي منهم المعلمين والمدرسين هيكونوا واقفين، بحيث ان هم هيساعدوا الى حد كبير الى فكره التوعيه ديت وحمايه هذه التوعيه في مساله التباعد في الدخول والخروج، وطبعا بعد الخروج من البوابه ينتهي دور التعليم عشان يبدا بقى مساله وعي المواطن نفسه في ان هو طبعا يحاول ان هو برضه يكون على وعي كامل بانه يحافظ على نفسه وعلى زملائه. سياده النائب عادل عامر، حضرتك انا اخر سؤال لحضرتك، عايز ارجع لحضرتك لجوه اللجنه. طب افرض ولنفترض مثلا طالب عايز يدخل الحمام، هل في تنظيف دوري لدورات المياه؟ بيبقى في مرافق سيادتك معاه بيصحبه الى تقريبا باب الحمام. فنم النظافه نفسها. النظافه، انا بتكلم في النظافه. دي شغله العمال ودي كنترول عشان اعمل اتحكم في ده يعني فاهم؟ مع سيادتك تمام. هو سيادتك ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ دلوقتي جميع مقرات اللجان دي سيتم تعقيمها جميعها. تمام. عمليات رش، ودلوقتي تم التنسيق ما بين الحقيقه وزاره طبعا الاسكان مع التنميه المحليه، لان هم الحقيقه بمعداتهم واجهزتهم هيخشوا هذه الحقيقه المقرات التعليميه وهيقوموا برشها جميعا، ثم بعد ذلك الحقيقه هيكون طبعا الفرشه، ثم بعد ذلك ترقيم، وطبعا برضو احتمال كبير جدا هيبقى في تصوير يومي. سياده النائب، ما قبل وما بعد. طيب سياده النائب، في يعني زي ما بيقولوا الثواب والعقاب، عشان لازم يبقى في دور رقابي، هل هيبقى في لجان رقابيه؟ عشان الموضوع بتاع الحمامات ده برضو مهم جدا، احنا يعني انا مش عايز اقول ان احنا اصلا بنستخدم الحمامات بطريقه، في ناس كتير بتستخدم الحمامات بطريقه غلط، فهل في نوع من الثواب والعقاب؟ يبقى في جهاز رقابي بيلف على المدارس بيشوف الكلام دوت بيشيك عليه، عشان احنا يعني نامل من الله سبحانه وتعالى ان احنا نطلع بعد شهر امتحانات الثانويه العامه بزيرو اصابات. بضم صوت حضرتك وباكد مع حضرتك اهوت من خلال يعني هذا البرنامج يعني المتميز بحضراتكم، اني اتمنى ان يعني الحقيقه دور الصحه يكون واضح جدا معانا مع المحليات في المرور والمتابعه الميدانيه من وحده محليه لوحده محليه لرؤساء المدن،
في هذه المسألة التي طرحت الآن، ودي محل اعتبار كبير جدا للحفاظ على أبنائنا. طيب في نقطة تم إصارتها في المداخلة اللي فاتت، الطلبة المخالطين لحالات إيجابية. نعم. احنا يعني ما عنديش معلومة لحد دلوقتي بتقول ان وزارة التربية والتعليم ممكن تجبر الطالب انه ما يدخلش الدور دوت لانه مخالط. نعم. هتفهمني؟ فهل في امكانية ان انا عايزة اقلل نسب الاصابة قد ما اقدر؟ فالمخالط ممكن ما يكونش ظاهر عليه اعراض نهائي وهو حامل للفيروس. بالظبط. طيب دي لها حل؟ والله وسيادتك المسألة دي لما أثيرت داخل الجلسة العامة، هو دكتور رضا حجازي تحدث في مسألة إن هم يدوا فرصة، صحيح، بس ما يعني ما ينفعش إن الناس يبقى معاها المعلومة وتخبي على الوزارة، لأن ديت يعني صحة شعب. لا يا فندم، إحنا المفروض عندنا إحصائيات، يعني أنا بتكلم أكوردنج للإحصائيات المتسجلة. أنا عندي مفروض قاعدة بيانات. لا مش واضحة كاملة. مش واضحة يعني في يعني اضرب في 10. يعني أنا عاوز أقول لحضرتك، لا أنا بتكلم على المتسجل، يعني أنا مش هقول اضرب في 10. يعني حتى اليوم أقدر أقول لسيادتك أنا يعني قرب بهذه الحالات يوميا لمساعدتي للناس وكده ويلحقهم بالمستشفيات. أنا أعرف إن في حالة مضرة حواليها 9 حالات نتيجة ان هم كانوا بيتابعوا حالتها الصحية. فدلوقتي الثابت عند وزارة الصحة من حالة واحدة، في 9 آخرين مخالطين حضرتك مضرورين. ما انا بتكلم بقى طبعًا على دول الثابت. دول مش مسجلين، دول مش على الداتا بيز. لا طيب انا بقى بتكلم اللي على الداتا بيز يا فندم، على الأقل. هو دلوقتي سيادتك انا لو جاي دلوقتي عندكم دلوقتي احضر دلوقتي برنامج. دلوقتي في إجراءات احترازية على البوابة. تمام. النهاردة وأنا داخل مجلس النواب. يعمل معايا اجراءات احترازيه، اللجنه زي اي مكان من هؤلاء. اول حاجه بيقيس لي درجه الحراره، لا درجه حرارتي مناسبه هيدخل الطالب، هيدخل اللجنه عادي، بروح داخل اللجنه. ما فيش درجه الحراره فيها ارتفاع طفيف هيستوقفه، واخد بالك معايا في اللحظه دي. انا مش بتكلم على طالب ظاهر عليه اعراض، انا بتكلم على طالب مخالط. ما هو المخالط ده انت هتكتشفيه ازاي؟ من خلال في صعوبه في اكتشاف البيانات. لا الدكتور، الرجوع لقاعده البيانات عشان اكتشاف طالب لسه جديد دي صعب جدا جدا جدا. تيجي ازاي يا دكتور؟ هتيجي ازاي؟ يعني من هنا المبادره تيجي من مين سيادتك؟ سيادتك المفترض المبادره تيجي من داخل الاسره نفسها. بالظبط، الله ينور عليك. الاسره المصريه بارك الله فيك، ان هي لتقوم بالاختيار. طيب تفتكر سياده النائب احنا ممكن سيادتك يعني سيادتك يتعمل خط ونعمل مناشده دلوقتي عبر البرنامج ده، بان التربيه والتعليم بتفتح خط الان. احنا بنناشد فعلا ان اللي عنده اهالينا اللي عنده حد مخالط يبقى لازم يبلغ وزاره التربيه والتعليم. سياده النائب عادل عامر عضو لجنه التعليم بالبرلمان، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا على هذه المداخله. معنا الاستاذه اسماء الخولي ولي امر احد الطلاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك، أهلا بيك. حضرتك أنت شايفة من وجهة نظرك كولية أمر أحد الطلاب أن الامتحانات في موعدها 21/6 يعني أمر طبيعي؟ أنا شايفة الصراحة أنها أمر طبيعي بالنسبة للطلبة، بقالهم 12 شهر أو يمكن أزيد. بيذاكروا في ظل طبعا في حاجات كتير السنه دي حصلت مش مظبوطه معانا. موضوع ان مثلا الدروس وقفت بقالهم مثلا دلوقتي 3 شهور في البيت. بالفعل حرق اعصاب طبعا. هي بس مش حرق اعصاب فقط، غير طبعا هي المشكله ان اصلا الطلبه دي مش متعوده للاسف تذاكر لوحدها. فهم مش متعوده تذاكر لوحدها، خلوا اولياء الامور يذاكروا معاهم. لا دروس. مش اولياء الامور دروس. طبعا ما هو كل ده حمل على اولياء الامور برضه. ده حمل بقى بالظبط حضرتك. احنا دلوقتي بقينا قاعدين من شهر 3 يعني قاعدين في البيت. طبعا منهج كان خلص، في ناس خلصت وناس لا. تمام. وفي الجزء ده كان الشهرين دول او ال3 شهور ده كانوا دول بتوع المراجعه وحل الامتحانات، وكان في مدرسين ما بيخلصوش كل الحاجه اللي هم عايزين يقولوها. فبالتالي بقى كل ده بقى على دماغ ولي الامر. يعني بقينا يعني وصلنا، يعني انا واحده مثلا من اولياء الامور اضطريت اجيب لابني مدرسين في البيت لوحده. فده حمل مادي. ده
ده عبء مادي وعبء نفسي برضو وعبء برضو ان انت خايف من المدرس اللي جاي، ما انت برضو خايف ان المدرس ده يكون مخالط مع حد او حاجه. بالظبط. استاذه اسماء، الاجراءات المتبعه يعني اذا ما تم الامتحان في موعده، حضرتك ايه الاجراءات المتبعه اللي هتاخديها حيال ابنك او بنتك في اللي نازله الامتحان؟ هتامنيها ازاي بدايه من البيت؟ بدايه من البيت هو طبعا اكيد هيبقى معاه الكحول بتاعه وهو نازل، تمام. هيبقى معاه الماسك، هيبقى معاه فيس شيلد ان شاء الله انا وياه اجيبه له باذن الله. هيبقى معاه وايبس بحيث ان هو يخش يعقم التخت قبل ما يقعد عليها، تمام. ومفروض ان هو يعني اللي انا هقوله له ان هو ما يحطش ايده لا ناحيه عينه ولا، لان هو كده كده لابس الفيس شيلد، فبالتالي هيبقى ان شاء الله مش هيجي ناحيه عينه ولا مناخيره ولا اي حاجه زي كده. الفيس شيلد ده اللي هو بيغطي، عشان الناس تبقى معانا، بيغطي الوش كله وبيبقى تحتيه في كمام الماسك، تمام. بالظبط. ده زي الناس زي اللي بيلبسوا بتوع اللحام، ده حاجه شبه زي بتوع اللحام. بس ده بالنسبه ما يقفش طبعا مع حد، هم كده كده هم الولاد في السن ده مش هيعرفوا بعض لان هم ما بيروحوش مدرسه، يعني احنا طبعا ما عندناش مدرسه ما بنروحش، فانا فده اللي انا هعمله يعني. حتى يوم اللجنه انا مش هوديه من بدري زي ما هم قالوا، هوديه متاخر شويه. متاخر لحد يعني فين؟ عشان برضه يعني مثلا وقت دخول اللجنه. لا هو المفروض هم قايلين دخول لجنه من الابتداء من الساعه 8، تمام. 8، فانا مش هوديه من 8، هوديه من 9 الا ربع كده، بحيث ايه هم قالوا هيخش بعد 9 يبقى مفيش حد هيخش. بالظبط، اهم حاجه قبل 9، تمام. يعني قبل 9 بحيث ايه برضو مش هنروح من بدري عشان ما يبقاش فيه جوه مخالطه. وهم الفيديو اللي منزلينه شكله كويس، يعني هم الفيديو اللي هو نازل كويس، اجراءات عاملينها كتير كويس، بس يعني نامل من الله ان هم تبقى نازله كده. وفي يعني انا والدتي ساكنه قريب من المدرسه، بدأوا ينزلوا التخت بيفضوا الفصول، تمام. يعني بيحصل عملية التباعد، لا بيقللوا. بيجهزوا دلوقتي، بيجهزوا يعني هو ويعقموا الفصول برضه. مثلا 20 تخت مثلا، لا بدأت والدتي مثلا بتقولي لا ده في تخت ياما نزلت في الحوش، تمام. يعني هي البلكونة فوق هي شايفة بقى تفعيل التباعد ما بين الطلبة وبعضها. وبرضه غالبا ده التباعد، يعني على وزير التعليم قايل ان هيبقى تقريبا يعني 11 طالب في اللجنة. فهو لو 11 طالب في فصول المدارس الحكومية، فصول بتبقى واسعة نوعا ما يعني غير المدارس الخاصة، فأعتقد ان ده هيبقى كويس أعتقد، والله أعلم. تمام. أما مثلا بالنسبة للحمامات أو كده، لا الواحد طبعا هينبه عليه ان هو ما يعني لا يعني لا يخش حمام ولا اي حاجه خالص، بحيث ايه يخلص لجنته على خير ويطلع وربنا يحفظهم. احنا ما هي سنه والله صعبه، هي بس الواحد تعب سنه نستحمل شويه، نستحمل شويه ازمه وهتعدي. ولو احتكم الامر في دخول الحمامات سلوك شخصي من الطالب ان هو ينظف قبل وبعد هو يعني وده من برضه من البيت صعبه من البيت ولازم البيت يوعي بحاجه زي كده. لا هي حال المدارس الحكوميه عموما حماماتها يعني هو يعني الطفل نفسه او الطالب نفسه مش هيقدر يخشها اعتقد، يعني بتبقى ما يعني انا ما اعرفش درجه نظافتها ايه، بس هي احنا لسه حاجة في المكالمه اللي فاتت كنا بنوصي بحاجه زي كده، ان يبقى في متابعه ورقابه على المدارس وعلى اللجان في حته الحمامات دي بالذات، بحيث ان خلي واصلا السنه دي الولاد هيمتحنوا تحت ضغط رهيب، يعني هم اصلا لان هم بقالهم زي ما قلت لحضراتكم ان هم بقالهم فتره قاعدين في البيت. دي حاجه. الحاجه الثانيه اصلا نزولهم صعب، يعني النزول ان العيل ينزل ويروح اللجنه بتاعته ويقف بره طابور في الشمس، يعني انت بتتكلم في 21/6 في عز الحر، هيبقى الولد هيبقى داخل قبل اللجنه بساعتين. طبعا تمام. ده شيء صعب على نفسيه الطالب، يعني ان الولد يخش يقف ساعتين في شمس، او ده احنا برده مش فاهم هم هيعملوا ايه، يعني ازاي يعني الولاد هيبقوا واقفين ازاي بره، هيبقوا واقفين ازاي جوه، اولياء الامور هيبقوا عاملين ازاي، ما احنا بنشوف كل سنه. انا بقى هشوف الكلام ده بنفسي، يعني انا عامله حسابي ان انا هروح اودي ابني وهفضل واقف هشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، هل فعلا ان هم بيقولوا ده صح ولا مجرد كلام مثلا، مش عارفين. بس هو على الفيديو برضه لازم نساعد، لازم نساعد وزاره التعليم شويه. أيوة ان احنا طبعًا. ان احنا ايه نساعدهم في بعض الامور دي، ونوعد ابننا الطالب من قبل ما ينزل. ده دور كل ولي امر، المفروض ان هو ينبه على ابنه، ان هو ينبه على ابنه ما تقفش مثلا مع حد، ما تعملش زحمه، ما تتكلمش مع حد، ما المفروض ده احنا بنفسنا بنقوله كده للولاد من دلوقتي، يعني بدون حتى امتحانات او كده. فان شاء الله باذن الله يعني نامل من الله يكونوا خير وتعدي السنه دي، لان هي فعلا صعبه يعني. صح بصراحه، يعني هم كتر خيرهم اولا فتره طويله جدا ولوحدهم، ما فيش الضغط اللي هو بتاع كل سنه ده، وطبعا ظروف البلد صعبه يعني. ربنا معاهم جميعا يا رب ان شاء الله. يا رب يحفظ اولادنا جميعا يا رب. استاذه اسماء الخولي، شكرا لحضرتك.
على هذه المداخلات. دكتور إيمان، أنا عايز أتكلم مع حضرتك، أرجع لمداخلة معالي النائب عادل عامر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، كان بيتكلم في حتة التباعد أو نقطة التباعد أو الطابور، تمام؟ طيب حضرتك، يعني مش المفروض أن المدرسة يكون لها أكتر من منفذ أو أكتر من بوابة، والمدرسة تتفتح يعني عشان ما يحصلش تكدس؟ ما أنا مش في المفروض، أنا في الواقع. تمام، هل احنا الواقع بتاعنا ممكن نستعيد عن ده؟ انا دلوقتي في مدرسه تعليم اساسي لها منفذين، طب ليه ما انا ما اخدش المدرسه التعليم الاساسي واسيب المدرسه التعليم الثانوي ما اعملش فيها الامتحان؟ على حسب، انا ما عنديش احصائيه بعدد المدارس. انا اللي يهمني التهويه. تمام. لو الدخول كان منظم مش هيبقى فيه مشكله. يا دكتوره ايمان، الدخول نفسه اصلا في، يعني انا بشوف مدارس ومعاهد أزهرية بيبقى فيه تجدس على البوابات. لو احنا نظمنا الدخول، بص انا مش ناوي احمل مش هتقدر انا ناوي احكم في اول يومين ثلاثه والباقي مش هتحكم. فاحنا ممكن نستعيد عن ذلك، منفذ هنا مثلا ومنفذ هنا، واللجان اللي من هنا يدخلوا من هنا، واللجان اللي من هنا يدخلوا من هنا. والله ده مقترح. احنا النهارده طلعنا بايه؟ طلعنا ان اللي خالط يبلغ. بالظبط. والله يا جماعه انا كنت مخالط وعندي ابني كذا كذا كذا، وبطلب ان انا اجله لدور شهر 9 السنه دي. اقله الريسك او المخاطره هتقل بدل الوضع اللي احنا فيه ده والقلق اللي احنا فيه ده. تمام؟ تمام. طلعنا بايه؟ ان لو في مدرسه، المدارس اللي لها اكتر من منفذ ممكن نشغل بحيث ان احنا نخلخل العدد ونقلله قد ما نقدر. على قد ما نقدر طبعا. خلاص. بالفعل. انا برضو في حته تانية، حته المواصلات. لو يا الموظفين يشفتوا ل 8:30، يا طلبه الثانويه العامه يشفتوا ل 8:30 في حته النزول، يعني مثلا يعني يخلي في نص ساعه يعني فرق بين ده وبين ده عشان زحمه المواصلات. ما هو بقول لك، يعني انا يعني في المكالمه بتاعت الاستاذ عادل عامر، عدد الاتوبيسات زاد. تمام. ما هو بقول لك هيفتح، ماشي، ما هيفتح قبلها بساعتين. ما احنا كتير. تمام. احنا مثلا ماشي كتير. تمام. مثلا النزول او اللجان هتفتح 8، ما هو هيبدا ينزل من 6، يبقى خفف حمل برضه مع حضرتك. ممكن يشفت زي ما انت بتقول 8:30. صعب ينزل 6، لان انت بتتكلم في اصل دي لجنه. هو امتحانه امتى؟ من 10 ل 1. وسعها شويه. هو امتحانه من 10 ل 1، عشان هو ينزل من 6. تمام. الطالب هيبقى ارهق. ما فيش طالب هينزل من 6 على فكره. تمام. صعب ليه؟ لان انا ليا طاقه وليا عايز احافظ عليها، ما اتفرهطش قبل اللجنه. فهتلاقي لا، الناس نازله على ايه؟ اعتقد. تمام. هيبقوا نازلين على مواعيد. الرساله لحضرتك الاخيره. احنا وقتنا خلص؟ طبعا مش ممكن. من بدري. رساله حضرتك الاخيره. لا مش ممكن والله. عدى الوقت بسرعه. خلاص. طبعا. الله المستعان. ما هو ده اللي انا بقوله دلوقتي. الحته بتاعت والله انا برضو اولياء الامور اللي عندهم اطفال عندهم امراض مناعيه او طلبه عندهم امراض مناعيه، لو في امكانيه ان يتقدموا بطلبات ان يتعمل لهم لجان خاصه يبقى ده افضل جدا، لان مناعتهم بتبقى قليله. احنا بنحاول برضو مقترح قد ما نقدر. بنحاول قد ما نقدر نقلل عدد الاصابات المتوقعه. او نوصل للزيرو اصابات زي ما يعني ما بنامل. الله المستعان. دكتور ايمان سلام، طبعا في نهايه الحلقه لا يسعني الا اشكر حضرتك على تشريفك وحضورك، طبعا دايما منوره معانا. شرفت ونورت النهارده الحلقه. مشاهدي الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.